خطة للإخوان للهروب الجماعي من الخليج إلى تركيا بعد الأزمة القطرية. طبعا كله هيهرب، كله هيبيع، كله هيسيب الموضوع ويسيبوا قطر ويبحثوا عن مأوى آخر. محمد إبراهيم المصري أحد قيادات الإخوان الهاربة قال بمناسبة إن فيه إقبال غير اعتيادي على ترك الخليج بشكل عام والسعودية تحديدا والتوجه لتركيا، حابب ألفت نظركم، بيقول للإخوان حابب ألفت نظركم لكم نقطة عشان تكونوا على بصيرة. إيه الكم نقطة اللي قالهم؟ قال لهم مفيش حاجة اسمها تاخد الجنسية لو اشتريت عقار أو استثمرت في تركيا، والأمر فيه شروط تعجيزية. يعني بيدي منافسته أو كتالوج للإخوان اللي رايحين تركيا، بيقول لهم خلاصته يعني اوعى تستثمر فلوسك في تركيا، اوعى تصدق حد يضحك عليك ويقول لك هات فلوس واعمل مشروع عشان تاخد إقامة أو جنسية. لا في إقامة ولا في جنسية، وهيسحبوا فلوسك ويدوك على دماغك. فقط ممكن تتجوز واحدة تركية تاخد بناء على كده الجنسية. ده واحد بينصحهم. أنا عايز بس لو الناس اللي بيصدعونا بالليل، معتز مطر ومحمد ناصر والواد الرقيع الممثل المجهول، نسيت اسمه والله، خلاص، لو دول عندهم ذرة مصداقية يقولوا الكلام ده، يقولوا الإخوان بينصحوا بعض وهم رايحين تركيا يعملوا إيه. اوعى تستثمر في تركيا، اوعى تشتري، اوعى حد يضحك عليك، اوعى، إلا إذا كنت هتتجوز واحدة تركية. والله الناس دي راحت فعلا، يعني ده جهاد في سبيل الله، ده جهاد. بئس جهادكم، بئس جهادكم، بئس تصرفاتكم، بئس مسعاكم، خسئتم وخسرتم وخسئ مسعاكم.